السلام عليكم أصدقائي في حلقة جديدة من توقعات تشيلسي بما يخص كورس غدا إن شاء الله الأربعاء 18/11/2020. كورس غتكون من 16 عود، المسافة 2850 متر، لبري 75,000 ديال الأورو. هذا هو البروغرام أصدقائي والكوتاج الحقيقي ديال الأرقام. غنبداو برقم واحد، مقاطع ب42، لا ميزيك ديالو ويتيام زيرو ويتيام، ما عندناش في اللعبة الأصدقاء. رقم جوج، إيريك رابا، مقاطع ب3 أصدقائي، لا ميزيك ديالو دوزيام كاتريام ويتيام، تبقى مزيان وفي اللعبة الأصدقاء. رقم 3، مقاطع ب18، لا ميزيك ديالو زيرو سيزيام سيزيام دوزيام، تبقى في اللعبة الأصدقاء وديرو في احتمال وراء إكس. رقم 4، لا ميزيك ديالو سيزيام سانكيام، كيبقى في اللعبة أصدقاء توكال بيفيربا. رقم 5، إيغالا أصدقاء، لا ميزيك ديالو ديستونس سانكيام ديستونس بروميان بروميان، هذا تبقى ليكم الاختيار أصدقاء ليكونوا إيغال. رقم 6، مقوطي ب11، لا ميزيك ديالو زيرو ديستونس سيزيام ديستونس ديستونس بروميان، هو غيبقى ليكم الاختيار أصدقاء لأنه من اللي يكونوا إيغال هو في اللعب يقدر يديستونس، يعني لكم الاختيار أصدقاء. غنوريكم التوقعات ديالي في نهاية الفيديو. رقم 7، مقوطي ب8، أوبري، لا ميزيك ديالو سيزيام بروميان ديستونس ويتيام دوزيام، كيبقى في اللعبة أصدقائي ولكم الاختيار، هو تتحسب من الإيقالات. رقم 8، مقوطي ب6، لا ميزيك ديالو بروميان طروازيام، يعني غيكون هو مزيان وفي اللعب وكيبقى لكم الاختيار أصدقائي. دائما الأرقام الإيقالات اللي تيكونوا إيقال مقوطين بقل من 10 كيبقى لكم نتوما الاختيار، لعبوهم ولا ما تلعبوهمش. رقم 9، مقوطي ب15، لا ميزيك ديالو سيزيام ديستونس سانكيام تروازيام، تبقى في اللعبة أصدقائي يديروه في احتمال وراء إكس. رقم 10، مقوطي ب18، لا ميزيك ديالو زيرو بروميان بروميان بروميان، هاد العود مزيانة أصدقائي، ربما مفاجأة هو طويكيل مقوطي ب18 راه مزيان باللعب. رقم 11، مقوطي ب51، بعيد كل بعد على المنطق واللوجيك، لا ميزيك ديالو نافيام كاتريام سيزيام، يقدر يدير شي لعبة ولكن بعيد على ما عندناش في اللعب. رقم 12، مقوطي ب70، كذلك هو مثال ما عندناش في اللعب، بعيد كل بعد. رقم 13، مقوطي ب9، لا ميزيك ديالو كاتريام بروميان نافيام، يعني هذا هو كيتحسب من الإيقالات، كيبقى ليكم الاختيار. رقم 13 مزيانة أصدقائي في اللعب. رقم 14، مقوطي ب38، كنظن أنه طوكال ومفاجأة هو بومبا، لا ميزيك ديالو زيرو كاتريام دوزيام بروميان. رقم 15 أصدقائي، مقوطي ب35، لا ميزيك ديالو زيرو زيرو بروميان، تبقى توكال ديرو في احتمال وراء إكس، ما عنديش في القائمة. رقم 16، مقوطي ب22، كيجري الموطي أصدقائي، لا ميزيك ديالو تروازيام بروميان بروميان، يعني
ما جاريش من 2019 كله ما جراش. الكورسات عنده بقى ما جراش شي كورسة في 2020 نهائي، يعني الله أول كورسة ليه رقم 16 في 2020 أول كورسة بغى يجري، يعني ما تثقوش فيه ديروا وراء إكس. هذا من جهة الأولى أصدقائي، هذا هو الجدول. دائما السطر الأول يتضمن السيليكسيو، الأرقام المرشحة بكثرة للفوز بالسباق، 5، 2، 7، 9، 8، هادو هما الأرقام المرشحين بكثرة للفوز بالسباق. السطر الثاني دوزيام فافوري، 6، 13، 10، 4، 3. السطر الثالث توكالا أصدقاء، 16، 12، 15، 11، 14. والرقم الأخير دائما كنصرفوه الصرف ديال رقم 1، ما عنديش عليه شي معلومة صحيحة أصدقائي، بدون افتخار. واللعب السهل والخطة والاستراتيجية المربحة، وهي لعبوا لعبة واحدة، حذفوا جوج الأرقام من السطر الأول وقلبوا عليهم في السطر الثاني أو الثالث. هذا من جهة. هنا يا أصدقائي لا بأس، 5، 2، 7 يقدروا يربحوا بثلاثة، يقدر يربح غير واحد، يقدروا يربحوا جوج، يقدر ما يربح فيهم حتى شي واحد. وهذا بعيد شوية على المنطق، يعني ضروري رقم واحد فيهم راه صحيح، هنا تنأكد على رقم جوج. فيت 6، 8، 9، 10، 13 هادو تيبقاو زوينين نوعا ما ومرشحين للفوز وراء الفافوري. بوم، وهي المفاجأة، 3 ولا 4. وفي هذه الحالة أصدقائي دائما كنختاروا الرقمين معا. توقعات قناتي، 5، 2، 7، 10، 13، 8، 9، 4. كنتمنى لكم حظ موفق الأصدقاء، الله يسهل عليكم كاملين يا رب. وما تنساوش تشغلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديما اللايف أصدقائي، اللايف في أي لحظة كندير اللايف، محتاج الدعم ديالكم ومحتاج مؤازرة ديالكم. واللي عنده شي تعليق ولا شي إضافة ولا شي شي حاجة ناقصة في القناة يقولها لينا في التعليق. مرحبا بكم كاملين اخوتي، وتحية لكم من القلب الخالص. شكرا للمتتبعين الاوفياء اللي كيتابعونا ومعازريننا في السراء وفي الضراء. تحية لكم اخوتي، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.